السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أول مرة تشاهد هذه القناة أتمنى منك الاشتراك، وأبشرك بأنك والله العظيم لن تخسر شيئا، بل إنك ستستفيد بإذن الله تعالى. في كل يوم عندنا فيديوهات مفيدة بإذن الله تعالى. تكلمت في أحد الفيديوهات عن القوة الجنسية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت قوة 40 رجل، يعني 40 رجل من الرجال الذين كانوا في ذلك العصر، لأن القوة تزداد وتضعف عند الرجال. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يمتعنا بقوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت قوة 40 رجل. العلماء ذكروا أن سبب هذه القوة لها علاقة بالإيمان، يعني كلما كان الإيمان قويا كلما كانت القوة الجنسية أقوى. حتى أن القرطبي رحمه الله تعالى الذي يفسر أو مفسر القرآن الكريم ذكر مسألة غض البصر عن النساء، فقال كلما كان الرجل يعني غاضا لبصره كلما كانت قوته الجنسية أقوى مع زوجته، وكلما أطلق نظره إلى النساء وإلى المتبرجات، ونسأل الله السلامة والعافية، أطلق نظره إلى الهواتف وإلى الفيديوهات الخليعة، نسأل الله السلامة والعافية، كلما ضعفت قوته. والقدرة الجنسية لها علاقة بالديناميكية لتلك العملية التي تتم بين الرجل وزوجته. فالزوجة التي عندها زوج ضعيف، يعني زوج عنده الانتصاب ضعيف، زوج عنده سرعة القذف، يعني ينام مع زوجته يقذف مباشرة، أي متعة تجدها هذه الزوجة مع هذا الزوج؟ هذه هو الضعف الجنسي، هذا هو اللي اسمه الضعف الجنسي، يعني رجل تجده ضعيف جنسيا. أذكر أن أحد النساء كان عندها يعني زوج، يعني نسأل الله أن لا يبتلينا، يعني ضعيف جنسيا، سرعة قذف، ضعف انتصاب. ففي إحدى الأيام أخبرتها، قالت يا فلان أنا لم آتي عندك للأكل والشرب، الأكل والشرب تركته في بيت أبي، لو أني أردت الأكل فقط والشرب بقيت في بيت أبي، أنا جئت عند رجل، عند زوج. يعني طبعا الحياة الزوجية ليست فقط الحياة الجنسية فقط، لا، وإنما الدور الجنسي أو الحياة الجنسية لها دور في الحياة الزوجية، لها دور، وإلا ما هي الفائدة من الزواج؟ أنا لا أخصص أو لا أقول أن الحياة الزوجية لها علاقة بالجنس فقط، لا أبدا، الحياة الزوجية مودة، رحمة، أبناء، محبة، لكن العلاقة الجنسية لها كذلك يعني مكان في الحياة الزوجية. فإذا كنت أنت أخي الكريم ضعيف في الفراش، يعني مريض، فعالج نفسك، لابد أن تعالج نفسك، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وأوصيك أخي الكريم، يا من أنت ضعيف جنسيا، حاول أن تتقوى بالأذكار، حاول أن تغض البصر، لأن كلما أطلقت بصرك للحرام للمحرمات كلما ضعفت قوتك. والله العظيم أشاهد بعض الأزواج الإسبان، الرجل مع زوجته، يعني أنتم تعرفون الأوروبيين، يعني المرأة ممكن تخرج بحمالة الصدر ولباس، يعني ملابس النوم التي ينام الرجل مع زوجته، تنام معها في فراش، يخرجون هما بها إلى الشارع، يعني فتجده يعني هذه الملابس وهذه المفاتن لم تعد تثيره جنسيا، يعني لم يعد يتحرك بها. لماذا؟ لأنه قد اعتاد هذه المناظر. ويقول المثل إذا كثر الإلماس قل الإحساس، فلا بد من غض البصر أيها الإخوة والأخوات، لا بد من غض البصر، فغضوا أبصاركم وعفوا تكونوا في القوة التي يريدونها نساءكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.